هل السلطة سيئة بالنسبة لي؟ هل تعتقدون أن فرط مصر وأنا لا يمكن أن تحبون أنا؟ خمق خمق. Long live Tamburlaine. Long live Tamburlaine. كفوا عن جرحي بكلامكم وتحدثوا عن تامبرلين كما يستحق، فالسرور الذي أدخله علينا بعيدا عن الوضاعة أو العبودية، وربما النفوس النبيلة تقدره بكرم الأمراء. Let's talk about the victims of this situation. Childhood. There are so many kids in that planet. In Mars. We cannot see them because they are different from us. But they are there. يا أهالي روما، أنا زينوبيا، أهلا بكم. تشرفنا. إنني أثق في الحياة، لذلك من الأفضل أن تشعر بالخوف. فمثلما تضيء الشمس بأشعتها الصباح، ترتفع حتى أعلى نقطة في السماء، ثم تختبئ وراء أسفل نقطة. وهكذا ربما يكون مستقبلك. دع الآخرين يتحدثون عنك ولا تتحدث أنت عن نفسك. اليوم 7 نوفمبر عام 2013 صدقت أنا الملكة زينوبيا على الاستسلام لرغباتي. سيكون رمزا لكل امبراطور، وساكون انا اول من يحمله. فها انا ادخل روما منتصرا ويجر العبيد عربتي. هذه المراه الذليله التي ترونها خاضعه عند قدمي، هذه المرأة أصبحت سبب دهشة آسيا وخوف إفريقيا وإهانة لأوروبا. كانت دائما في مواجهة روما. حياتك في يدي، حركة بسيطة لكن واثقة، ولن تكفي مياه النيل كلها لغسل يدي من الدماء. انظروا انظروا، يخلع التاج من رأسي لوضعه أنا، ويقول لي ستكون أنت إمبراطور روما. ¿Por qué me queréis matar? ¿Por qué? ¿No escucháis? ¿No respondéis? Dioses, ¿esto permitís? ¿Esto sufrís? ¿Esto hacéis? Porque si el mundo y el cielo que tantos agravios ven lo sufren, ¿de qué me quejo? Bravo.